قبل 5 سنوات وتحديدا في 2016 بدأت أول رحلة لفريقنا ترافلرز، وكانت وقتها لصعود قمة جبل كليمنجارو أعلى قمة في إفريقيا. ما نبغى ندخل في التفاصيل، لكن بس للتذكير ترى مش الجميع وصل للقمة. بعدها كانت لنا في كل سنة مغامرة جديدة. في عام 2017 رحنا الفلبين، 2018 كانت مغامرتنا في القطب الشمالي، في 2019 حاولنا العيش من غير طعام ولا ملاذ في جزيرة مهجورة في إندونيسيا. وللعلم كل هالرحلات فيديوهاتها موجودة على صفحتنا على اليوتيوب. ولأن توقفنا فترة طويلة بسبب الأوضاع غير الطبيعية اللي مر بها العالم، ولما بدأت الدول تفتح مطاراتها قررنا في نهاية عام 2021 نسافر سفرة سريعة لمدة أسبوع بس لوجهة جديدة كنا نخطط لزيارتها من زمان. وجهتنا هالمرة إلى جزيرة المغامرين وعشاق تصوير المناظر الطبيعية، جزيرة آيسلند. وبعد التخطيط والبحث والتحري والاجتماعات وترتيب الأغراض اللي طبعا في العادة يقوم بها فقط 3، الرابع ولا كأنه موجود. على العموم أخيرا جاء وقت السفر. غادرنا الإمارات الحبيبة متوجهين إلى كوبنهاغن عاصمة الدنمارك، ومنها عبر الطيران الأيسلندي إلى ريكيافيك عاصمة أيسلندا. النهار قصير وايد، وبالعكس الليل يطول في هذا الوقت من السنة. نحن في فصل خريف، تطلع الشمس الساعة 10 الصبح وتغيب قبل الساعة 4 العصر، لكن لازم نتكيف مع الوضع. لذلك كنا نطلع من الفندق في الظلام ونرجع له في الظلام. أول يوم كانت وجهتنا لزيارة شلال غولفوس اللي معناه بالأيسلندية شلال الذهب، وهو شلال على نهر هفيتا في جنوب أيسلندا، ينحدر على جبال بركانية قريب منها فوهات المياه الساخنة. الشيء الغريب في زيارتنا لهذا الشلال هو الرياح الشديد اللي حرمتنا من الاستمتاع في التصوير، وخاصة بالدرون. لا تفكر تطير درون، أصلاً أنت بتطير مش الدرون اللي بتطير. سرعة الرياح كانت تزيد عن 50 كيلومتر في الساعة حسب ما يظهر في هواتفنا، لدرجة أن الوقوف في المنطقة شبه مستحيل. لكن في النهاية جربنا شيء غير معتاد واستمتعنا في هالرحلة القصيرة. طبعاً 3 بس، والرابع جالس في السيارة. ولأن الشلال يقع في منطقة فوهات المياه الساخنة مثل ما قلنا لكم، كان لابد من زيارة بعضها. خلال هالرحلة استمتعنا بمشاهدة ظواهر طبيعية فريدة، منها فوهات في الأرض تقذف المياه الساخنة اللي تصل درجة حرارتها لأكثر من 100 درجة أحياناً، تقذفها في الهواء إلى ارتفاعات تصل إلى 30 متر، وهي تدفع الماء كل 10 دقائق أو أكثر حسب المواسم. ما حبينا نطول وايد عند هالتجربة لأن في تجربة غريبة ومجنونة تنتظرنا ما بتصدقون. التجربة عبارة عن السباحة والغوص في إحدى البحيرات الأيسلندية اللي درجة الحرارة فيها 2 تقريبا. وعلشان نقدر نخوض هالتجربة كانت التجهيزات والتعليمات طويلة جدا، وصلت لقرابة الساعة. اليوم ولبسنا ملابس في حياتنا ما فكرنا نلبسها، الملابس بروحها معاناة، بس يلا التجربة تستاهل. طبعا أرجع وأذكر 3 والرابع يالس في السيارة.
تخيل تغوص في مياه درجة حرارتها ما تتعدى درجتين، وهالصخور عبارة عن خندق مائي اسمه سيلفيرا، ويفصل هذا الخندق بين قارة أوروبا وقارة أمريكا، وكل سنة على فكرة يتوسع هالخندق سنتيمترين تقريبا، وهذا هو اللي يسبب الزلازل والبراكين في هالبلاد. على العموم يومنا الأول انتهى وحل الظلام، ولازم نرتاح لأن ورانا باكر تجربة جديدة وهي تصوير المناظر الطبيعية والشلالات. أول وجهة كانت لشلال مشهور جدا في أيسلند. على فكرة هالشلال في كل فصول السنة ممكن تزوره، وله نكهة خاصة ومنظر مميز في كل فصل. تنهمر المياه من على ارتفاع 200 متر على بحيرة صغيرة، ومنها عبورا من على الطريق الرئيسي إلى المحيط. طبعا هو مش شلال واحد، هي شلالات متعددة بجانب بعضها البعض، ولولا الأمطار اللي تعيق المشي لمسافات طويلة ولا كان زرنا هالشلالات كلها. ما صدقنا يوم طلعت الشمس ولو أنها كانت لمدة قصيرة، لكن حظنا كان جميل جدا. قوس قزح أو قوس المطر، ينتصف السماء في منظر جميل ورهيب، وطبعا عدساتنا كانت له بالمرصاد. ومش بعيد عن هالشلال في واحد ثاني اسمه سوكو غافوس، وهذا منظر رهيب كذلك، وهو أعرض من السابق، عرضه بروحه يصل إلى 60 متر. طبعا الناس تصعد السلالم حتى تشوف مسقط الشلال من الأعلى، لكن نحن لعبتنا الدرون. الدرون قامت بالواجب وأكثر. وفي هاليوم زرنا معلم سياحي مشهور على الساحل الجنوبي لأيسلند. علشان نزور هالمكان لابد من المشي لمسافة 4 كيلومتر ذهاباً ومثلها رجوعاً، وسط جو بارد ورياح شديدة وأمطار وبرد كذلك. النتيجة هذه الطائرة العسكرية الأمريكية اللي سقطت على السواحل الأيسلندية في عام 1973 بسبب عاصفة ثلجية قاسية. وظلت هالطيارة معلم سياحي بارز لعشاق التصوير، خاصة بعد تصوير عدد كبير من الأغاني المصورة الأمريكية والهندية على حطامها، والكل كان يمشي لمسافة طويلة جدا من أجل التقاط الصور الجميلة لهالمكان. وكانت هاي آخر جولتنا لهاليوم، واللي كان يوم متعب للغاية. طبعا كالعادة نحن 3 اللي سرنا وشفنا الطيارة، والرابع يالس في السيارة. بعد التعب لابد من الراحة والاسترخاء. نقدر نقول هاليوم هو اليوم الأخير من أيام الجولات الطبيعية في جزيرة أيسلند، وبديناه بحظ سيء للأسف. كان عندنا زيارة لواحد من أشهر وأكبر الكهوف الجليدية في أيسلندا، ومن كثر الحماس وصلنا قبل الموعد بحوالي 45 دقيقة. انتظرنا في البرد، ولما حان الموعد ما شفنا حد يانا. قلنا خلنا نتأكد أكثر، وهني كانت المفاجأة. كنا ننتظر في الموقع الغلط، وبيننا وبين الموقع الصح 15 دقيقة تقريبا، لكن للأسف
فاتتنا الرحلة المنتظرة. على العموم عوضناها بزيارة لموقع سياحي مشهور وهي بحيرة جوكو لارس لورون الجليدية. الموقع يعتبر واحد من أكبر البحيرات الجليدية في الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة، وتم تصوير عدد كبير من الأفلام السينمائية فيه. وفي العادة تحصل مجموعة من الحيوانات اللي تعيش فيها الأجواء مثل الدب القطبي والفقمة وأحيانا الحيتان، لأنها البحيرة تصب مباشرة في المحيط. طبعا نحن ما شفنا من هذا كله إلا الفقمة، وكانت بعيدة وما قدرنا نصورها عدل. على فكرة يوم كنا نصور بالدرون لاحظت أن في وحدة من الفقمات جالسة تسبح في اللقطة. وعلى فكرة مش بعيد من هالمكان شاطئ اسمه دايمون بيتش أو الشاطئ الألماسي، بسبب تناثر قطع الثلج على رمال الشاطئ السوداء. في هاليوم زرنا كذلك أحد أهم الشواطئ في أيسلند في مدينة فيك المشهورة على الساحل الجنوبي. منظر المحيط وأمواجه والصخور في وسطه منظر مهيب وجميل. وفي الجانب الآخر من هالمكان زرنا أحد أهم الكهوف الصخرية واللي منظر الصخور فيها غريب جدا بسبب تقطيعاته بأسباب عوامل التعرية والتجوية. وفي هالمكان تقريبا انتهت رحلتنا الرئيسية في أيسلند، قصيرة وسريعة ولكنها ممتعة. رجعنا بعدها للعاصمة ريكيافيك، جلسنا فيها يومين للتعرف عليها وعلى أشهر معالمها. شو رأيك في المشي هالحلوة الليلية؟ وطبعا كالعادة لابد من مقلب في أخونا العزيز وصديقنا الحبيب محمد مرزوق. هالمرة حرمناه من أنه يشبك بالواي فاي طول 5 أيام. طبيعة الخضرة والقيمات اللحية حسنة، مع أن جهاز الواي فاي كان بجنبه في السيارة. مثل ما تعرفون وكنا نقولكم دائما أن كنا نطلع الرحلات نحن الثلاثة، فوق هذا كله كان يجلس بال4 ساعات وال5 ساعات في السيارة بدون نت ولا أي شيء يسويه، وجهاز النت بجنبه، وما خبرناه إلا ونحن في طريقنا للمطار. ولما عرف بالموضوع طبعا عصب كالعادة وما نقدر نحط كل كلام اللي قاله. تبى الواي فاي الحين لما نوصل بمرزوق؟ والله ودي أقول لك شيء بس فخلنا. هاي أبرز معالم وأماكن رحلتنا الخامسة من فريق ترافيلرز واللي كانت لجزيرة أيسلندا الساحرة. بعدها رجعنا للبلاد عن طريق عاصمة الدنمارك كوبنهاغن. ما نعرف وين وجهتنا الجاية، لكن أكيد انتظرونا حتى تعرفوا المزيد في قابل الأيام إن شاء الله. مع تحيات أعضاء الفريق الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي والأخ راشد الكوس والأخ الصديق محمد مرزوق وأخوكم محمد حسن خلف. مع السلامة في رحلة قادمة
إن شاء الله. مع السلامة أيسلند. مع السلامة أيسلند. مع السلامة أيسلند. إلى اللقاء ونراكم. شايف نراكم ليش تقول نراكم؟ من أيسلند. من بلد اللي ينبط كبدك من كثر المطر. من بلد من كثر الثلج والبرودة. يسمونه على فكرة بلد الثلج والنار. آه يلا. قول قول. يسمونه بلد الثلج وجهنم. Thank you.